نقرب من قلوب الناس، نشارك بعض بالإحساس، نقرب من قلوب الناس، نشارك بعض بالإحساس، نمد إيدينا لإيديهم، نشوف الدنيا بعينيهم، نكون دايما قريب منهم، نعيش ليهم نعيش بيهم، عشان بكرة يكون أجمل وتتحقق أمانيهم. نقرب من قلوب الناس ويسري فينا نبض الناس، ويسري فينا نبض الناس. تعالوا تعالوا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا في الخير. النهاردة هنتكلم عن الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية ودورها في تنمية وبناء المجتمع. الجمعيات الأهلية أعزائي المشاهدين تعتبر العمود الفقري للمجتمع المدني في مصر بل العالم أجمع، وأكبر دليل على ذلك وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية التي وقعت عليها دول العالم ومنها مصر، ومن أهم أهدافها مكافحة الفقر وتطوير الخدمات الصحية ومساعدة المحتاجين. وعندما ننظر أعزائي المشاهدين إلى أي مجتمع متقدم، لا يخفى علينا أبدا دور الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية في بناء هذا المجتمع المتقدم. يشرفني بحضوره الكريم اليوم الأستاذ محمد ثابت، رئيس جمعية الجواهر الخيرية بالعمرانية بالجيزة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. احنا أسعد بي الله بارك فيك. شرفتني والله. احنا أسعد في حضرتك معنا. أستاذ محمد، بداية عاوزين نعرف مفهوم الجمعيات الخيرية أو الجمعيات الأهلية للسادة المشاهدين، تعريف بسيط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم ومن والاه. الجمعيات الخيرية وعلى شاكلتها من المؤسسات الشبه الحكومية هي مجموعة من الناس أو جماعة من الناس يقومون بتأسيس كيان معين يعمل في مجال العمل العام، أو شبه عقد اجتماعي ما بين المجموعة من الناس أو جماعة من الناس أو الأهالي أو المواطنين مع الدولة. العقد ده على بمثابة تصريح على العمل العام، وده يدي لهم كافة الصلاحيات حسب البنود المتفق عليها مع التعاقد مع الدولة. تمام. يعني في إنشاء الجمعيات الخيرية في أي عقبات بتقابل حضرتك في الإنشاء؟ والله حضرتك أصل احنا في عقبات قانونية؟ احنا تعرضنا لكذا فتره من الفترات الحكم، وده كان كل فتره وليها القوانين الخاصه بيها، والقوانين دي في منها الصالح وفي منها المعيب. يعني فتره ايام الرئيس مبارك غير فتره حكم المجلس العسكري، غير فتره الحكم الاخوان، غير الفتره الموجوده حاليا. كل فتره وليها القوانين الخاصه بها وليها مزايا وعيوبها. يعني عموما الدوله بتشجع عمل الجمعيات الخير في طبعًا اي حقبه من الحقب؟ طبعا طبعا. تمام. طبعا. يعني احنا ما فيش اي عقبات حتى مثلا من الاهالي مثلا؟ يعني مثلا الاهالي مثلا ممكن تقول ايه الجمعيات دي، يعني مثلا ممكن تمويلها منين، كلام من ده، ولا في رقابه من الدوله؟ بص بصراحه شديده، يعني هو المعوقات اللي احنا بنقابلها بنقابلها في شقين. الشق الاولاني البعض وليس كل بعض من الاشخاص في المجال الاعلامي بعد الثوره حصل هجوم شديد جدا جدا جدا، او بعد حكم الاخوان حصل هجوم شديد جدا جدا على بعض المؤسسات الخيريه. يا استاذ الفاضل، يعني الجمعيات الخيريه يعني انا اللي انا شايفه يعني ساعدت ناس كتير قوي، وعلى يعني وقدامي حاجات من الواقع يعني، لكن هم ركزوا الاضواء على بعض لا العناصر الفاسده من الجمعيات الخيريه، ما جابوش عنصر ايجابي فيها. كل مكان يا استاذ الفاضل، في كل مكان فيه الصالح والطالح، ما هو للاسف صوابعك زي بعضها. للاسف هم ركزوا الاضواء، البيت الواحد فيه اخ صالح واخ طالح. اتمنى ليه بقى الناس بتجمع او ناس بتعمم ليه؟ مش عارف. ما هو احنا بقول لحضرتك هم ركزوا مع العناصر الفاسده من في العمل العام، وتركوا العناصر الايجابيه البناءه في العمل العام، وده ادى انطباع عام للناس عن ان معظم العمل العام ورا منه تربح، ورا منه مكاسب سياسيه، ورا منه مكاسب اجتماعيه. مش الدوله بتراقب ذلك؟ زي ما قلت لحضرتك بالظبط، البيت الواحد في اكثر من عنصر. وزاره التضامن الاجتماعي طبعا بتراقب الحاجه طبعًا ديت؟ ايه القلق بقى؟ الدوله بتراقبها، ما فيش اي مشكله.
تمام، بس في ناس واخده المجال ده وممكن يصرف عليه كمان هو من جيبه، عشان زي ما قلت لحضرتك بالظبط كده، يستغل من ورا منه استغلال سياسي او استغلال اجتماعي على اساسه يقدر يوصل للهدف اللي هو عاوزه من خلاله. طب حضرتك يعني عاوزين يعني تعرفنا بعض الحاجات اللي بتقوم بها الجمعيات الخيريه. والله يا بيه يعني هي الـ 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 الاساس في العمل العام ده اللي هو تنميه المجتمع. تنميه المجتمع في شق الاجتماعي اللي هو كالمساعدات الاجتماعيه زي كفاله الايتام والارامل والمطلقات والمساعدات الاجتماعيه الناس اصحاب المرض واصحاب الاعاقه وتزويج اليتيمات والايتام وتسديد الغارمين والغارمات وخلافه. وفي العمل التنموي بقى زي مجال محو الاميه، مجال تعليم التطريز والتفصيل، مجال تحفيظ القران او الانجيل في الجمعيات الاخرى المسيحيه وخلافه. بالاضافه بقى ان في بعض الجمعيات واحنا منها بفضل الله ما بنقتصرش على العمل العام المنوط به المعتاد للجمعيات. بالعكس احنا في مجال لما كان في ازمه الانابيب في المنطقه عندنا تدخلنا فيها، لما كان في ازمه في عددات الموارسه للكهرباء رفعنا مذكره وخدنا تفويض من الاهالي باسم الجمعيه وتدخلنا مع المحافظه في حل المشكله واتحلت بفضل الله. وكثير من المشاكل العامه اللي بتيجي للمنطقه الناس بفضل الله بتلجأ فيها للجمعيه تتعاون من خلالها. قضية الغسل والتكفين وإيجاد أسرة دفن الموتى وإيجاد المقبرة وإيجاد الكفن وإيجاد المغسل حتى الفراشة بتوفرها الجمعية لأهل المنطقة. أستاذ الفاضل بس في اتصال. أم عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم عمر. بالله عليك تسمعوني، بستحلفكم بالله بستحلفكم بالله تسمعوني. اتفضلي يا ام عمر اتفضلي. ايوه انا معاك يا استاذ، تستحلفكم بالله تسمعوني. يا استاذه الفاضله في برنامج معا في الخير نسمع الجميع والله. ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك لكم، شك كتير تخلوا عني والله. انا مطلوب مني بكره الصبح حوالي 5000 جنيه بسبب قرض حسن قرض تعبنيه. يا أم عمر حضرتك منين يا أم عمر؟ نعم أنا من الأليوبية شبرا الخيمة. فين؟ الأليوبية شبرا الخيمة. شبرا الخيمة إن شاء الله. طب اهدي شوية يا أم عمر كده، احنا عايزين نسمعك كويس. ايه المشكلة اللي قدامك؟ أنا كنت عاملة قرض. تمام. أنا عاملة قرض كان حوالي يعدي حوالي 40,000 جنيه. المهم جيت بقيت اتسلف من ايد العباد عشان اسده واجيب اجهزه كهربائيه عشان اسده. اليوم اللي بيجي في السدد ما بلاقيش السدد ان انا اسده. بضطر ان انا اجيب اجهزه كهربائيه وابيعها. يا ام عمر حضرتك ان شاء الله بعد الاتصال الكنترول مع حضرتك، وسيبي رقمك وعنوانك بالتفصيل وان شاء الله بشهد الرحمن بعد البرنامج هتابع معاكي. اتفضل يا استاذ محمد. هي في نقطة من المعوقات، أنا آسف بموجب الاتصال اللي حصل دلوقتي، إن القانون بيديك مجال عمل ميداني نطاق عمل جغرافي تشتغل من خلاله. نطاق جغرافي، يعني حضرتك مثلا جمعية الجواهر الخيريه بالعمرانيه، العمرانيه كلها مثلا، حضرتك لما يجي لك حاجه زي كده تحب تساعدها، ممكن حضرتك تعمل فرع في مكان تاني؟ مش ممكن. جميل بقى، اعمل اعاده اشهار وتوفيق اوضاع وقصص كده برضو، تاخد اجراءات وجمعيه عموميه غير عاديه وقصص تانيه يعني. فده بيخليك لما يجي لك حالات زي كده وتحب تتعامل معاها في صعوبه جدا، بتبقى واقف عاجز، بتضطر تتحايل وتكلم حد من اي حد من اهل الخير وتقول له حضرتك اتفضل اتعامل مع الاخت ديت عشان نحاول نساعدها. طب هنعمل ايه؟ يعني الاجراءات اللي عندك بتبقى مكبلاك ان انت تشتغل يعني في الجمعيه بتاعت حضرتك في العمرانيه. في العمرانيه هي نعم. العمرانيه فقط. نعم نعم. يعني هو كان سلاح ذو حدين حضرتك، هي ميزه وعيب في نفس الوقت. الميزه اللي فيها ان انت بتقدر تشبع المكان اللي انت فيه بالعمل بتاعك وتسيطر كويس وتشتغل كويس وتنتج كويس، ولما بيقوى سعادتك كده وتبتدي الجمعيه تظبط الاداء في الجمعيه تبتدي بقى تتفرع لنطاق اوسع. لكن ساعات بيجبرك الامر انك انت
تحاول تخرج بالنطاق دوت في التوسع ما بتعرفش الا بموجب اجراءات معينه لازم تتخذها مع شؤون اجتماعيه وتعديل وتوفيق اوضاع، ودي قصه ثانيه خالص يعني. في اجراءات كتير طبعا طبعا طبعا. طب يا استاذ الفاضل، كثره الجمعيات، انا بقول مثلا المفروض يبقى في جمعيات في كل مكان. تمام، ده وجهه نظري الشخصيه. تمام، طب راي حضرتك ايه؟ والله بناء على تجربتي وخبرتي الاكثر من 20 سنه في العمل العام، يعني بقول لحضرتك ما هياش ميزه، يعني ما هياش ميزه، لان حضرتك احنا لو بنقول مثلا على مجال العمرانيه، لو كفاءه العمرانيه مثلا من اموال الزكاه والصدقات وخلافه 10,000 جنيه مثلا، وبتاخدها جمعيه الجواهر، هتقدر تثمر وتنتج منها وتكفي، بالاضافه ان الواردين على الجمعيه من المساعدات هيبقى محدودين ومعروفين. لكن لو تعددت الجمعيات، ال 10,000 جنيه هتقسمه ده 1000 وده 2000 وده 3000، هتضعف قوه الايراد اللي داخل الجمعيات، وبالتالي مش هيبقى في انجاز ولا انتاج. يا استاذ محمد، انا اقصد في كثره الجمعيات في كل مكان، في شبرا، في شبرا يعني مصر. انا بكلمك على المستوى المحلي، ما كله. بالاضافه بقى ان في جمعيات انشئت واسست على مجال على اساس كبادج يتكتب في الكارت بتاع الشخص، او السي في بتاعه في ايام الانتخابات، او نوع من انواع الوجاهه، او العصبيه القبيليه، او الانتماء اللي هو على حساب البلد بتاعته او المؤسسه اللي عاملها، فبتدخل في منحى وطريق غير الطريق اللي هي معده ومنشاه على اساسه. يا استاذ محمد، بس قليل جدا من الناس اللي بيعمل كده، يعني انا شايف العمل الخيري بخير، يعني كل جمعيه، معظم الجمعيات اللي شفتها لا ننكر ذلك، تعاملت معاها بسم الله ما شاء الله، لا ننكر ذلك بي. يعني القليل حتى من الافراد اللي هو مثلا زي ما بيقولوا كده يعني ماشي لا هي يعني. قصه مش كده، احنا بنتكلم على الجمعيات عديمه المفعول اللي اسست زي ما قلت لحضرتك بالظبط. ودي يعني حضرتك مثلا الاستاذ عز، دكتور عز الله يبارك له، كان معانا في حلقه ماضيه، وقال ان في مصر 52,000 جمعيه. 52,000 52,000. طب حضرتك الفعال منهم قد ايه؟ الفعال قد ايه؟ يعني انا يعني 2000 بكتير، او اللي فعال، او 3000 جمعيه. تمام، الباقي كله زي حضرتك كده ايه، مع ايقاف التنفيذ. طب ما تتلغي الجامعات اللي مش شغال؟ والله يا بيه ده يرجع لاهل القرار بقى، لا يعني يبقى في طلب مثلا، او يحصل دمج، او يحصل دمج حضرتك، او دمج مثلا. احنا نشوف الجمعيه اللي موجوده الناشطه اللي موجوده في مكان معين، وكيانات الصغيره دي كلها نعمل لها دمج اجباري وليس اختياري، لا اما يحل لا اما يندمج مع الكيان الكبير دوت ويبتدوا يشتغلوا. متهيألي الفايده تبقى عام واشمل، وفي مساواه او عداله اجتماعيه في التوزيع في أنا رحت الجمعيات بمناسبة الجمعيات وعددها، رحت الحالة في العياط في عزبة حسن بيه بالقرية المتانية بالعياط، رحت هناك ما فيش جمعيات، تخيل يعني ست أرملة مريضة بالسكر، يعني لحد دلوقتي أنا من الحلقة قبل الماضية وأنا بعلن عنها، يعني أنا عاوز بس مش عايز، إحنا ما ناخدش فلوس في إيدينا أعزائي المشاهدين، احنا بنقول مجموعه، نروح مجموعه ونروح نساعدها باي حاجه، باساس ما عندهاش اي حاجه خالص نهائي في البيت، تتخيل. استاذ محسن، حضرتك بتتكلم على منطقه ما فيهاش جمعيات، انا بكلم حضرتك على منطقه حوالي نص كيلو متر فيها ست جمعيات، سته بالظبط، ست جمعيات في العمرانيه. ايوه، لا لا لا، منطقه مربعها حوالي كيلو متر او نص كيلو متر فيها ست جمعيات. طب حضرتك ست جمعيات ليه؟ ومنطقه يعني ايه، منطقه عمار جديد يعني ما فيهاش نفس الكثافه، حتى لو فيها نفس الكثافه كتير قوي عليها ست جمعيات في منطقه واحده. طب يا استاذ محمد، اللي ادى الاشهار ده ادى الاشهار على اي اساس؟ طب يا استاذ محمد، نكمل ان شاء الله الموضوع بس بعد هذا الاتصال. اتفضل يا بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال، اتفضل يا دكتور. حضرتك بتقول جمعيه ما فيهاش جمعيات خالص، منطقه ما فيهاش جمعيات خالص، اول حضرتك اهو منطقه فيها حوالي كيلومتر مربع فيها ست سبع جمعيات. طب هو اللي ادى الاشهار، ادى الاشهار على اي اساس؟ يعني نفس المبادئ ونفس اغراض العمل الاجتماعي وكل النشاط بتاعنا اللي هو تحفيظ القران ومساعدات اجتماعيه وكفاله الايتام وكل الانشطه بتاعتنا مع نفس الجمعيات، طب ليه؟ بس انا بعد اذنك برضو يا استاذ محمد، انا شايف في بعض الجمعيات يعني مركزه على مثلا تحفيظ القران فقط. طبعا حفظ القران شيء جميل، طيب نعم. شيء طيب وجميل والمفروض منه يعني، بس يعني هل يعني هتحفظ القران فقط واعداد دعاء فقط، ولا المفروض العمل، انا مش شايف يعني عاوز اشوف العمل الخيري، يعني
عشان الناس عشان الناس تشوف. قريه جنبينا كانت محتاجه لتوصيل ميه، ربنا كرمنا وكان كانوش قادره فوق رقم يعني، جبنا المواسير بتاعه الميه وجبنا السباكين وعملوا التوصيل. يعتبر في عزبه الاصابج بعد مننا كان في واحد عاوز يعمل سبيل لله، وجينا واتفقنا معاه ونسقنا الدنيا وفعلنا الكلام ده كله. قلت لحضرتك في مشكله الانابيب، مشكله محو الاميه، مشكله العدادات اللي هي الممارسه كانوا رافضين يدخلوا لهم الغاز وعملنا مشكله. يعني احنا كفريق عمل في جمعيه الجواهر ما بنقتصرش على ميادين العمل اللي مديها لنا شؤون بس، دي بننفذها في الاجراءات القانونيه والرسميه داخل الجمعيه. اما العمل العام احنا في الشارع بنشترك في كل ما هو نقدر نساعد بيه. ايام الثوره كنا عاملين بوسترات وملصقات ايجابيه، دي على نفقتنا الخاصه بان احنا نقول للناس بنعدل من سلوكهم على سبيل القمامه والزباله والالفاظ البذيئه والتحرش، وفي حضرتك موجود معانا ما يدل على ذلك على نفقتنا الخاصه، يعني كنوع من انواع المشاركه الايجابيه في المجتمع في العمل العام. استاذ محمد، في حد مثلا وانت بتشتغل في العمل الخيري بقالك فتره في معوقات يعني من الناس نفسهم بقى مش طبعا طبعا. قلت لحضرتك في ناس بتبقى من الناس اللي هي بتاخد القشور. سيدنا الشعراوي رحمه الله عليه قال في حق يراد به باطل وفي باطل يراد به حق. كان قال حاجه طيبه جدا، قال انت ممكن تعدي على واحد كده روح قطع صباعه وتقول يا هتقطع صباعه الراجل ده قطع ليه؟ قدامنا حلقات التحفيظ ده طبعا جمعيه الجواهر الخيريه. دول بناتنا ما شاء الله، وكنا مكرمين بناتنا الفتره اللي فاتت دي بجائزه عمره لسه الشهر اللي فات ده، وفي حاجه طلعت دلوقتي حاليا في السعوديه تيجي لنا بالسلامه ان شاء الله، وبنتنا برضو طلعت عمره وهتطلع ان شاء الله اول الشهر الجاي. في اطفال صغيرين وفي نساء عندنا ربات بيوت، عندنا ربات بيوت ما شاء الله، انا قصدي من جميع الفئات يعني جميع الاعمار يعني. ما شاء الله عندنا ربات بيوت ما شاء الله ركوات الله بيحفظه، وعندنا متعلمات بيحفظوا، وعندنا شباب واولاد ما شاء الله ركوات الله بالله يعني الحمد لله رب العالمين. يعني شيء جميل لما يبقى فيه ربات بيوت بتحفظ قران وبنتها معاها، ده نعمه ده نعمه ان شاء الله يعني. وكمان الالذ والامتع في كده كمان ان هم اميات فبيحفظوا بالتلقين، فلما تلاقي حاجه كبيره وربنا يديها الصحه كده ومسنه وواخده نص القران وعشر اجزاء وتحب تسمع منها قراءه القران وهي لا تجيد القراءه ولا الكتابه، فيا رب ربنا تقبل منا يا رب وينفعنا بيهم ويستعملنا يا رب في الخير معاهم على طول. استاذ محمد، يعني عاوز برضه تعرفنا اكثر على العمل الخيري اللي حضرتك قمت بيه في جمعية الجواهر الخيرية. حضرتك طبعا احنا بدأنا في 2003، بس احنا كنا شغالين في العمل العام قبل 2003، ولما ربنا وفقنا بمجموعة فاضلة من الناس اللي حب العمل العام وحب العمل التطوعي، يعني في متطوعين مع حضرتك في الجمعية؟ حوالي 90% من الجمعية او يمكن 95% منهم متطوعين، وشخصيات مرموقة في البلد يعني دكاترة في الجامعة ومديرين ماليين ومحاسبين في البنك المركزي، وناس كلها طيبة وفاضلة ومخلصة، والجميع عندنا بتمتاز بروح طيبة جدا 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 في العمل العام اللي هو إنكار الذات. لما تيجي تشتغل معانا حضرتك في الجمعية ما تعرفش مين الرئيس من مين مين الصندوق، القضية كلها احنا في ظهر أي حد هو يفهم في الخبرة في الحتة ديت، احنا هو رئيس الجمعية احنا وراه لغاية لما نتم العمل. احنا أنشأنا بفضل الله مركز طبي خيري، انشانا معهد معلمين القران الكريم، اسسنا مصلى العيد. المركز بمناسبه المركز الطبي، المركز الطبي فيه اشعه وتحاليل وكده؟ في سونار وفي معمل وفي اسنان وفي نساء وفي باطني وفي عظام. موجود بالنسبه للمركز الطبي برضه قاصر على منطقه ولا ممكن اجيب لك مثلا اي حد من اي مكان؟ لا من اي حد اي مكان، اي حد من اي مكان بالنسبه للمركز الطبي يعني. بالنسبه للمركز الطبي اي حد من اي مكان يعني، اشعه تحاليل اي حاجه. ان شاء الله يعني كل حاجه ان شاء الله يعني. عندنا المعهد في الدور اللي فوق بفضل الله، في محو الاميه وفي معهد معلم القران الكريم، وان شاء الله بنزود ميدان عمل اللي هو التطريز والتفصيل، وفي مكان جاي ان شاء الله. طب نكمل بعد هذا الاتصال. اتفضل يا بيه. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مقدس المحضر. الحمد لله، اتفضل. مع حضرتك يا فندم، مع حضرتك. طب ماشي، طبعا استاذ محمد. الله يبارك في حضرتك. انا محمد سيد من عمليه استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد، اهلا بيه. والله يا استاذ محمد انا بشكر حضرتك على اللي انت بتعمله في العمليه وربنا يجعل في ميزان حسناتك واللي انت وصله دوت، والله قليل عليك. ربنا يبارك فيك يا بيه، الله يوسع عليك. والله يا استاذ محمد يعني الواحد مهما يتكلم على حضرتك هو قليل قوي على اللي انت بتعمله. ايه ده؟ ان انت
تحس ان انت بتسيب اعمالك وشغلك وبتسيب كل حاجه في سبيل عمل الخير. يا بيه ده فضل مجهوداتكم معانا، ربنا يبارك فيك. والله يا استاذ محمد الواحد بيتمنى ان انت تلاقيه اذا كان في ياسين او في يونس، وربنا يجعله في الجنه. يا استاذ محمد رب. ربنا يبارك في حضرتك، الله يبارك لك. استاذ محمد الله يخليك. انا حبيت اتدخل بس على الهواء وعرف ان استاذ محمد دوت اللي بيعمله قليل واللي بيوصل له دوت قليل عليه، والله العظيم بجد يعني. متشكرين جدا، متشكرين جدا يا استاذ محمد على اتصالك الطيب، متشكرين جدا. اتفضل استاذ محمد. أسسنا يعني ده واحد من أهالي العمرانية، عمران الشرقية ولا غربية؟ شرقية، العمرانية الشرقية. أسسنا مصلى عيد بيصلي فيها الآلاف دلوقتي، بينتفع فيها آلاف من المسلمين، عندنا 2 سيارة تكريم الاستهان، عندنا مدفن، عندنا بفضل الله حوالي أكثر من 70 أسرة بياخدوا عنا شهرية. بنقدر نشارك في جواز الأيتام، في بعض من تسديد الديون للناس. طب نعمل إيه في المناطق اللي ما فيهاش جمعيات؟ إحنا إن شاء الله ربنا يسهل الحال كده. ده يعني فعلا مشكلة مؤرقاني جدا. يعني في كثيرات يعني ناس ارامل ايتام اتصلوا بيا، طب اعمل ايه؟ طبعا ما ينفعش. لو في اهل الخير يقدر يتواصل معانا وياخد فرع من جمعيتنا ونبتدي نعمل مد نشاط ويشتغل معانا، اهلا وسهلا. معانا مصلى ناس ثقات يعني. مصلى العيد على الهواء. مصلى العيد ما شاء الله في شارع سيدي عمار بيصلي فيها اهل العمرانيه كلها، ومن الجيزه كمان، كل حته بفضل الله بيصلي فيها الالاف، الله اكبر يعني. بس واحد ممكن يقول لك يعني طب يعني ايه مصلى عيد؟ ما ممكن اصلي فيها. لا يا اخي ده بتضيف بهجه، وهو انا اسف اللفظ، يبقى مفتقر للوعي لو ما حاسش ببهجه الجمع ده يعني. تمام. لا 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 طبعا. ثم احنا بفضل الله احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي كفايه، دي كفايه. حاجة تانية، أنا ما لا يعنيني الكبار قد ما يعنيني الأطفال الصغيرة. الأطفال الصغيرة هي اللي بترغم الوالد والأب والأم إن ينزلوا الساحة، وده بيكفيني. يعني بالنسبة للصغار يعني الأطفال في المدارس ما فيش مثلا مجاميع تقوية مثلا مجانية ليهم؟ ما فيش أي حاجات من الحاجات دي؟ والله بيه إحنا عندنا مركز تعليمي خاص ملوش علاقة بالجمعية، لكن لما بيجي في أطفال أيتام في الحضانة أو في المركز ما بدون أجر، ما بياخدش منهم فلوس. الحاجة التانية احنا عملنا كذا حفلة، وموجود حضرتك في السي في بتاع الجمعية، كانوا دايما نلاقي المدارس الخاصة تعمل حفلة عيد الطفولة ويجيبوا ديجيهات ويرسموا الوش الأولاد، أخذنا دي جي على حسابنا وأخذنا الماسكات ورحنا مدرسة حكومة اسمها مدرسة الحكمة في العمرانية الغربية للأطفال الفقراء، وعملنا لهم احتفالية جبارة موجودة حضرتك في السي في مع حضرتك بره، وبناخد الأطفال الأيتام والغلابة والفقراء والمساكين وبنطلع بيهم كل سنة إن شاء الله لو قدر لنا ربنا البقاء واللقاء في شهر إبريل الجاي ان شاء الله تصوروا معانا الاحتفاليه، بنطلع دريم بانك، ماجيك لاند، كايرو لاند. على فكره يا استاذ محمد يعني بعلنها في برنامج معا في الخير، اي جمعيه خيريه عاوز تتضامن مع برنامج معا في الخير نرحب بالجميع، نرحب بالجميع. وكانت اولها جمعيه الجواهر الخيريه بالعمرانيه الشرقيه. ده شيء طيب يا بيه، وانتم ناس اهل الخير يعني، ووجدنا فيكم الاخلاص والمصابره في العمل ده، ويا رب وندعو ربنا انه يستعملكم ان شاء الله يعني، وتكونوا نبراس لينا ان شاء الله في العمل الخيري وفي العمل العام. انت حضرتك بالنسبه بقى احنا قناه الصحه والجمال، بالنسبه للحالات المرضيه الصعبه يعني بتعملوا فيها ايه؟ والله ان قدرنا احنا مثلا كنا بنجمع الادويه من الناس الزياده عند الناس في المنطقه عندنا كويس؟ ازاي يعني؟ من الصيدليات ولا من لا لا من الاهالي يعني. مثلا واحد كان عنده دواء ربنا عفى عنه، فضل عنده علبتين دواء كويسين، حياتهم كويسه، الاكسبار بتاعهم شغال تمام. ما فيش اطباء مثلا بيتفقوا معاكم مثلا؟ وانا جاي لحضرتك اهو، بنبتدي نجمع الدوات ونتفق مع اجزخانه باي اجزخانه معينه، وتبتدي تاخد العلاج دوت وتحوله لنا لعلاج تاني من الادويه الجامده جدا قليله. فيجي لحد برجيتا نقول روح للدكتور الفلاني يصرفها لك، يجي حد مش قادر يجيب العلاج نروح للدكتور الفلاني يصرفها لك، يجي حد عندنا في مركز طب يكشف له وننزل للاجزخانه تصرف له من العلاج اللي عنده، وهكذا. بنعمل اعاده تدوير للادويه بس بشرط تكون ما فيهاش نوع من انواع الاهانه، يعني علبه الدواء شكلها جديد لانج والاكسبار بتاعها ممتد لسنتين او ثلاثه، ما تكونش اتفتحت يعني، الادويه ما تكونش مستعمله. بيبقى واحد ربنا عفى عنه او استغنى عن العلاج او العلاج غلط او هو صرفه من الشركه ومش مش عاوزه، احنا بنبتدي نعمله اعاده تدوير ونبتدي نحوله لصالح الفقير. تمام. بالنسبة للأشعة، عشان في حد اتصل يعني وقال لنا إن هو يعني واحدة عاوزة تعمل أشعة بالصبغة رنين مغناطيسي، ده الحل فيه؟ إحنا بنتفق مع مراكز جنبينا وبتعمل لنا الخصم اللازم.
طبعا انا ما اقدرش اجبر الراجل في لا العام بس يعني انا قصدي عشان انا في حاله كلمتني فعلا كويس احنا بنبعته لل هذه الحاله يعني لفرع معين وهو الاخ دوت بيعمل لنا تخفيض اللازم لانه عارف الحاله دي محتاجه المساعده. يعني سبيل النهارده لسه في اخ مكلمنا الصبح عنده ولاده قيصريه للراجل تعبان جدا وهي للمره الثالثه وقال لي ولاده قيصريه النهارده بتتكلف حوالي 3 4000 جنيه للمره الثالثه اللي هو فتح مره ثالثه. النهارده كلمنا الدكتور هياخد مصاريف العلاج بالتخدير بكله 1000 جنيه علما بان احنا كمان ان شاء الله هنساعد معاه في ال 1000 جنيه ان شاء الله اللي هيدفعها ان شاء الله تعالى. دي حاله بس كانت لسه النهارده لكن احنا ما بنتذكرش اللي عملناه كتير وما بنحبش نتكلم عنها لا بصراحه عشان ما فيش يعني فيه حقيقه يعني انا دارس اعلام فيه يعني حد في العلاقات العامه يعني بيقول كلمه لسه متذكرها دايما انا وزوجاتي دايما بنتكلم فيها يعني لا تقتصر على فعل الخير بل المفروض يعلم الاخرين بهذا الخير عشان يعم الخير للناس والناس تاخد عظه من هذا الخير يعني وناس تقلدك في الخير ده ولا وجهه نظرك؟ نعم احنا وجهه نظري يعني وجهه نظري فعلا يعني لا تقتصر على فعل الخير وجهه نظر ولكن بحترم. لابد ان يعلم الجميع وخاصه اي عمل ولذلك السنه بتقر ده السنه اقرت الصدقه والحسنه في الخفاء وفي العلنيه سيدنا النبي اقر الصدقات في الخفاء وفي العلنيه وده واجب ومستحب وده واجب ومستحب مفيش ما يمنع يعني لكن هي القصه كلها بس اللي حضرتك النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها ان احنا بنقول لاخواتنا واهالينا في الشعب المصري اخي الفاضل يعني خلي قدامك كده شعار امشي بيه على طول ان لم تنفع فلا تضر يعني ان لم تنفع فلا تضر. فيه واحد فاضل قال لي كلمه جميله جدا لو كل بلد يكون مثلا فيها كبير البلد مثلا يعمل صندوق لهذا البلد جنيه واحد فقط جنيه واحد فقط في الشهر تخيل لو كل واحد جنيه بس فقط يعني مش هيأثر فيه نهائي طبعا ماشي تخيل البلد دي مش هتحتاج حد وده احنا بنتكلم في حاجه بقى ان هو توحيد عمل الخير انا اشوف الجمعيه المنوط بيها النشطه في المكان وليها انجازات وابتدي المؤسسات الصغيره اللي عاوزه تشتغل تعالى اشتغل خش اشتغل احنا مش هتندمج معانا تعالى بس الشغل يكبر ويزداد والقوه وقوه العمل تبان لكن تفتيت مقدرات المنطقه ده دمار. انا قلت لحضرتك بالظبط منطقه زرع عمرانيه لسه حديثه الانشاء عاوز شغل جامد جدا لما يكون فيها 10000 جنيه هيتوزعوا على 6-7 جمعيات هيبقى نصيب الجمعيه 1500 تعمل بيها ايه؟ لكن لو ال10 دول دخلوا لجمعيه معينه نشيطه هتقدر تبني وتعمل بيهم وتشتغل بيهم ولا انا كده حضرتك لا مظبوط. الحاجه الثانيه كفايانا اسماء وكفايانا تعريض بالانشطه مع ايقاف التنفيذ خلاص بقى يعني جه وقت العمل وجه وقت الجد وجه وقت الاجتهاد وبنقول للناس يعني اهلا وسهلا بيك احنا فاتحين الباب عندنا في الجمعيه لاي حد إن كان سواء في السؤال او في المساعده ما عندناش مشكله خالص. احنا حتى عندنا شعار في الجمعيه ان اي حد مهما كان بيجي ما بنحاولش نرده بقدر المستطاع على قد ما بنقدر المهم ما يمشيش من عندنا زعلان. انا مش عاوز انهي الحلقه دي خالص والله بجد ربنا يوسع عليك ويبارك فيك يا استاذنا. الاخت مأذونه ممكن انا وريتها لك قبل كده تمام من العياط يعني بناشد الجميع وناشد الجميع ان يتصلوا بيا ونتفق في يوم نروح لها هذه الحاجه مريضه ارمله ما فيش حاجه في بيتها نهائي الا السرير اللي بتنام عليه فقط. احنا ان شاء الله يعني مشاركين مع حضرتك في الزياره ووقت ما تحدد الميعاد ان شاء الله نروح معاك وربنا يقدرنا ويستعملنا في ان احنا نرفع عنها المعاناه ان شاء الله يعني. حاجه يعني تحزن بجد يعني ان شاء الله ربنا يقوينا كل ما تذكر هذه السيده اقول فين اهل البلد يعني. او فين الجمعيات اللي للأسف شغاله او من يعني حضرتك يعني اصلي يعني امراه كبيره السن تعدت ال50 وعندها سكر يعني ما بتتحركش من البيت نهائي خالص نهائي. والله الامثله من دي كتيره يعني شو بقى علاج طب تصرفوا العلاج بس هي بتاخد 350 جنيه معاش هيعملوا لها ايه؟ ولا حاجه. فاناشد الجميع الاتصال بي بعد البرنامج من يريد ان يساعد هذه السيده الفاضله فنتجمع في يوم ان شاء الله كلنا ان شاء الله يا بيه ان شاء الله. في نهايه حلقتنا اشكرك استاذ محمد احنا اشكر الاستاذ محمد الاستاذ محمد ثابت محمد رئيس جمعيه الجواهر الخيريه بالعمرانيه الشرقيه. اعزائي المشاهدين في نهايه الحلقه اقول لحضراتكم شكرا جزيلا على اتصالكم بنا وعلى تفاعلكم معنا. النهارده عرفنا ازاي قد ايه الجمعيات الخيريه بتساعد وتنمي تنميه كبيره جدا المجتمع، واذا نظرنا لاي مجتمع متقدم اكيد 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 هيكون فيه السبب الرئيسي في الجمعيات الخيريه.
أعزائي المشاهدين في نهاية الحلقة أترككم في رعاية الله وأمنه، إلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نقرب من قلوب الناس، نشارك بعض بالإحساس، نقرب من قلوب الناس، نشارك بعض بالإحساس، نمد إيدينا لإيديهم، نشوف الدنيا بعنيهم، نكون دايما قريب منهم، نعيش ليهم نعيش بيهم، عشان بكرة يكون أجمل وتتحقق أمانيهم. نقرب من قلوب الناس ويسري فينا نبض الناس، ويسري فينا نبض الناس.